أول شيء أقدر أعمم إنه همسة كان من أفضل الأشياء اللي حصلت في مسيرتي ومن أحلاها الحمد لله. تعلمت فيها مرة كتير وما أقدر أحدد إنه في شيء واحد بس. كل شيء، أول شيء كانت أنتو فريق الإعداد اللي بيتعب معانا في كل موضوع، بيكون منتقب جدا كيف الناس هي حابة ده الموضوع. هذا واحد. اثنين، في كل حلقة بيكون عندنا ضيف ملهم سواء كان في الفاشن أو في غير مجال، قصص جديدة، إبداع جديد. كمان في أنا كديزاينر بشوف ديزاينرز تانيين جداد بيكون عندهم فكرة مختلفة، سو أنا نفس الوقت بستلهم أفكاري من أفكارهم، فهذا شيء مرة حلو. وأحلى شيء كانت، وتمنيناك تكوني معانا، رحلة البر اللي عملناها الروتريب أول ما سمحوا لنا نسوق. أنا كنت هسوق بيكم على فكرة.